خلاص معايا دلوقتي ايمن اشرف، طبعا احد اهم لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه. ايمن، يعني برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز المهم النهارده، وفوز جيد جدا. المباراه شفتوها ازاي؟ اتعاملتوا خلال المباراه ازاي، خصوصا ان فريق الاسماعيلي هو المنافس المباشر للنادي الاهلي وكانت مباراه صعبه؟ طبعا كانت مباراه صعبه، يعني فريق الاسماعيلي فريق محترم ونادي كبير، وهو زي ما انت بتقول هو اللي كان بينافسنا. هي الامور بعدت شويه، بقى الفرق كويس بالنسبه لنا، لكن احنا لسه الموضوع ما اتحسمش، واحنا تفكيرنا كله الماتشات اللي جايه برده. خلاص الماتش ده خلص، وفكر ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله الفتره الجايه. ايمن، انت احد ابناء النادي الاهلي، وفي الناشئين اكيد كنت متعود ان النادي الاهلي بيلعب لاخر لحظه. النهارده النادي الاهلي بيرجع علينا ذكريات الفوز بعد الدقيقه 90، حابب تقول لنا؟ بالظبط، يعني بالظبط زي ما انت بتقول، النادي الاهلي ما بيقاس، يعني لغايه اخر دقيقه. احنا ضيعنا كتير النهارده الشوط الاولاني والشوط الثاني، لكن كان عندنا الثقه ان احنا هنكسب. وحتى يعني خلاص الدقيقه 90 والماتش بيخلص، فكان عندنا كان عندنا كان عندنا امل ان احنا هنكسب، لان هو ده النادي الاهلي بيلعب لغايه اخر دقيقه. يعني المنتخب بقى المرحله الجايه، انت ما شاء الله مؤدي مباريات اكثر من رائعه مع النادي الاهلي، رغم انك ما بتلعبش في المركز بتاعك، يعني بتلعب مساك وانت اصلا باك شمال. ان شاء الله طموحك المنتخب الفتره الجايه؟ طبعا مفيش حد مش طموحه المنتخب، يعني اي حد يتمنى يمثل بلده، وشرف لاي حد يلعب في منتخب مصر ويمثل بلده في كاس العالم. بتمنى طبعا الفتره اللي جايه يبقى ليا دور، ودور كبير ان شاء الله مع المنتخب باذن الله. المرحله الجايه ثلاث ماتشات مهمه جدا، ممكن تحسم النادي الاهلي بطوله الدوري من خلالها. شايف المباريات الجايه ازاي؟ اتحاد، مقاولين، مقاولين. طبعا الماتشات اللي جايه مباراه كؤوس، يعني كل ماتش احنا بناخده بيبقى مباراه كؤوس، فاحنا مركزين على كل ماتش. يعني خلصنا الاسماعيلي، داخلين بنفكر في الاتحاد، طبعا بنفكر في الثلاثه بونت ان شاء الله نقدر كل ماتش ناخده بجديه، وناخد الهدف الرئيسي اللي هو 3 بونت من كل ماتش، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه الفتره الجايه باذن الله. انت مبسوط وانت بتلعب كمساك مستريح في المكان؟ والله انا ما عنديش مشكله، انا تحت امر الجهاز الفني العب في اي حته، باك شمال، سيرد باك، اي مركز هو هاجم ينفع اي مركز الكابتن حسام يقول لي العب فيه العب فيها ان شاء الله، مفيش مشكله ايمن ان شاء الله.